السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أخويا كما كتشوفوا واحد الفوضى فهنا في هذا الميناء هذا. كاين واحد العدد كثير ديال الناس هنا كيترزقوا الله وكلنا كنترزقوا الله، وناضت واحد العلا واحد ما عرفناش أخويا حنا هاد الناس من هجموا علينا جمهور ديال شي فرقة، واحد الحالة أخويا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. داكشي ديال السيبة وداكشي ديال أيام الفراعنة ولا هنايا والحجر، وضرر واحد العدد كثير ديال السيارات ديال الناس، وضروا مولي القهاوي مشاو الناس بحالاتهم ما تخلصوا ما والو، وضروا هاد البيئة والسرية تا هما السلعة ديالهم مشات لهم. راه واحد الهلع وواحد الحالة ديال الخوف، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن 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 كنحيي الدراري ديال المريصة صراحة، راه حنا واجهناهم واحد المواجهة خطيرة وكأننا في معركة ديال واد المخازين ولا شناهي. المهم بعدا الدراري قاومناهم والله يجازيكم بخير، كنتمناو ما يتعاودش يتكرر هذا الشيء لانه شي خطير هذا الشيء. ملي كيولي الضرب بالحجر راه صافي، واحد العدد ديال الناس اللي ضروا هنايا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حنا مينا ديال حنا دار بعزه خدامين ما علينا ما بينا، الجمهور ودادين ما رادينش بهذا الشيء اللي داروا هاد الناس، جاو هجموا علينا تنترزقوا الله خلينا رزقنا حنا الله اللي عالم بينا. حالة المعارك هادين السيوف وقدام كلشي ولاو هربان، كل ما كانوا جاد الرجال كلشي مشى لهم رزقهم هنايا، الطوموبيلات تهرس وكلشي تهرس. كيهرسوا بالجاج وكيشربوا فيه الخوف. الدراري هادو خاصهم يشدوا يتعاقبوا، يتعاقبوا كلشي هنا تيترزق الله. راه العيان هنا عنده جوج ولاد، عنده مو عنده شحال من واحد. اخوان اللي بغيت نقول لكم تحية، واحد الميساج بنوصلو البيضاوة الرجاوي والوداديين، هادي ماشي كرة القدم، كنا حنا كاع بيضاوة وخوت، أي دار تلقى فيها رجاوي ودادي فهمتيني مخلطين تنمشيو نشجعو فرقتنا وتنجيو بحالاتنا، باش هادشي تمشي خرجتو عائلتك وليداتك تلقى خالية خالية بالسيوفة، باش حنا حشومة هادشي. الناس ناس مساكن هنا هنا في المريصة هنا كترزقوا الله، كترزقوا الله مشى مشات لهم سلعتهم، مشى لهم السرايقه، كاين مسكين تهزها في طوموبيلته، كاين اللي دو الماطر دو اش من كوره هذه؟ لا كانت كوره بحالكم بعدا ما نديروها.